صباح الخير، صباح الخير يا ولد. هي هي، صباح الخير. أوه يا ولد، يا ليل، نقول لك صباح الخير. أوه يا ولد، يا ولد أقول لك صباح الخير، صباح الخير. طيب طيب خلاص، انت بس لا تقرب من محبوب، انت جالس تضرب يا اخوي. خربت علينا التصوير يا اخوي، خربت علينا التصوير. اللي بيسألني يقول وش القهوة اللي تشربها يا سعيد؟ هذه قهوة فرنسي فاخرة بالبندق. لا لا لا، انا ما قلت امسك، اشرب بس. يا الهي يا الهي، انت بتدخل رجلك في القهوة، انت صاحي. اشرب اشرب بس يا اخوي، اشرب اشرب بس. ايوه، اللي يقول لك كيف تشرب بعده، ما تقرف ما تقرف من كوكو، لب قلبه كوكو. شوف احبه والله، احس في ناس بيقولون انت صادق انت تشرب بعده. عادي، انا متعود ومعوده من زمان ان اي شيء اشربه او اكله لازم اعطيه منه. لا لا، هي 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 يا ولد، ولد ارجع، بقوم ارجع. ما ادري ايش خوفه فيه، تنفع هذه؟ اوريكم. هي هي هي، ارجع 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 لو سمحت، ارجع، اطلع 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 بسرعه بسرعه، اطلع 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 اطلع, أطلع. ما يمشي كوكو الا كذا والله العظيم. المشكلة أتكلم فيه؟ والله أني نسيت. الحين أنت زعلان منا ولا تبى تتروش ولا إيش سالفتك؟ شوف الحركات كذا، يعبر لي عن حبه. تروح كم عمره محبوب الحين؟ والله ما ادري، دخل 3 شهور ونص ولا كملها، ماني داري. تعال تعال خلاص، شوف كيف يكلم محبوب. محبوب يلا ارقص، يلا ارقص، هلا 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 هلا، يلا شوف ارقص. انت وصلت. هاي 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 هاي، وين تروح؟ وين تروح؟ ارجع ارجع، اطلع اطلع اطلع. ومتحمس بعد كذا، عيني عيني كنا ما هو شايفني شيء. خبل انت؟ خلاص يلا يلا امشي. كوكو كيف تسوي الكلب؟ شوفوا، تعال شوف الكلاب كيف تسوي. تعالينا شوي، تعال شوف انظراك.
الكلب. شوف الكلب. وش دخلني انا؟ هم اللي راحوا، وش دخل سعيد فيهم؟ وش دخلني انا؟ طبعا الببغاوات بشكل عام يعني يحبون نحكم في اماكن هم ما يقدرون يوصلونها زي كذا. ايش جو ينبسط بخر بخر بعد بحكك. يلا 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 وش اللي يرقص؟ وش اللي يرقص؟ الو 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 تدرون ليش يقول لي كذا؟ والله العظيم عشاني أكلت وما ناديته، جاء في الأخير لما شلينا السفرة عشان كذا هو يقول لي كذا. هلا بالشيخ كوكو، أنت شيخ أنت. غلطت عليك أنا قلت لك شيخ، أنت شيخ 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 الببغاوات أنت، إيش باقي تبغى؟ كوكو، هاي هاي، اسمع، سؤال بس، إيش اللي يسكت؟ سؤال بس، كيف يسوي كلب؟ كوكو كيف يسوي كلب؟ لا تعرجني أصور ولد شوي إيش أصور أنا جالس أصور شوف هذا كله ها شو أقول حي الله صديقي حي الله صديقي اللي بيروح معايا يا ورع ما هو قدام الكاميرا عيب كوكو سو كاكا يلا شاطر يلا تعال هذه من الطرق وانت راكب السيارة ان الطير يعني ما يسويها في السيارة ولا يسويها على التيشيرت حقي فهذه اسهل طريقة يعني تعلم الببغاء ان يسويها في اي مكان وتاخذها بعدها